كل مره يتاخر كل مره يتاخر. انا ما ادري شو اسمع كلامك انت ولا هو. اهو ايه هذا اللي قاعد جنب مراته؟ هاي هاي. ازيك يا ليلى؟ ازيك يا مروان؟ ايه اللي اخرك كده يا مجدي؟ معلش يا حبيبتي، اصل انا وليلى لفينا لبنان كلها كنا بندور على حاجه. مجدي اديب هو الوحيد اللي وقف جنبي بعد ما بابا مات. ما لقيتش قدامي غير اتعلق بيه، بالذات ان هو الوحيد اللي اهتم بيه في الوقت ده. اكيد ما جاش في بالي انها ممكن تحبني. صحيح انا اهتميت بيها بعد موت ابوها، بس ما كنتش متخيل الموضوع يوصل لحب. دي من دور مروان ابني. كل سنة طيبة يا حياتي. حلو قوي يا مجدي، ميرسي. حبيبتي على فكرة ده مش ذوقي، ده ذوق ليلى. وانا اخرى بقول في حاجة ناقصة. هو فعلا في حاجة ناقصة. انا لو اعرف انه لحضرتك كنت جبت حاجة اكبر شوية. كل سنة وحضرتك طيبة يا طنط. ميرسي يا روح طنط. على فكرة ليلى مش مجرد موظف في الشركة، ليلى زي بنتي بالظبط. ربنا يخليها لك. طب على فكرة أنا ومستر مجدي ما كناش حاجة من الصبح، مش هناكل ولا إيه؟ لا يا روحي، إحنا مش هناكل، إحنا جايين نقعد وبس. ما أنا برضو قلت أكيد حضرتك عاملة دايت يا طنط. كويس يا مروان؟ أنا كويس جداً.